السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. شعر أسود على اللسان، يعني حالة تعتبر مرعبة ومزعجة جدا لو الواحد بالتدريج كده بدأ يشوف على لسانه شعر أسود طالع زي اللي احنا شايفينها في الصورة ديت. شعر أسود على اللسان حالة اتكتب عنها امبارح لما دكتور اسمه ياسر حمد من جامعة واشنطن كلية الطب في مدينة سانت لويس بلغوا ان حالة من مرضى فيها هذا الوضع. بسرعة راح شاف الحالة وتابع تاريخها وكتب تقريره اللي نشره في مجلة نيوكلاند باين الطبية، وبعديها بيوم بدأ الموضوع امبارح يعني ينتشر في أو ينشر في معظم بوابات الإخبارية العالمية والمواقع المشهورة. إيه بقى حكاية شعر أسود على اللسان دي؟ حسب تقرير الدكتور ياسر حمد بيقول شعر أسود على اللسان هو في الحقيقة مش شعر، وإنما اللسان طبيعي بيبقى فيه حبيبات كده، نتوءات أو حليمات دقيقة جدا، حجمها حجم الواحدة منها أقل من ملي متر. لكن في الحالة إياها الحلمات دي بتكبر وبتنمو وبتزيد إلى أكتر من هذا الحجم. لما بتكبر وبتزيد حجمها بتحتبس داخلها جزيئات الطعام المجهرية التي لا نراها بالعين، فبتتخزن داخل هذه الحبيبات لما بتكبر. نتيجة كده إيه؟ إن الأكل المخزن ده بيتعفن، بيجي عليه بكتيريا وجراثيم، بيسمح لبكتيريا وجراثيم إنها تيجي عليه وتسبب عفونته، وبالتالي أيضا تسبب تغير لون هذه الحلمات إلى لون غريب قد يصل إلى لون الشعر الأسود، ولأنها بارزة على الفم ودقيقة فتبدو بالضبط كأنها شعر أسود على اللسان. الحالة اللي الدكتور ياسر كتب عنها حالة عمرها 55 سنة، وبتتبعها لقى ان كان عندها جرح متلوث فخدت مضاد حيوي اسمه مينوسايكلين. هذا المينوسايكلين بعد ما خدته باسبوع بدأت تظهر حالة الشعر الاسود على اللسان، لكن بيقول ان بعد لما تغير هذا المضاد الى نوع اخر خلال اربع اسابيع لكن بيقول ان لما غيروا المضاد ده الى نوع اخر بعد 4 اسابيع رجعت الحالة اللسان الى حالته الطبيعية واختفى الشعر الاسود من على اللسان. فالشعر الاسود على اللسان ده ممكن ينتج نتيجة اخذ بعض الادوية زي الحالة ديت، وممكن يكون نتيجة التدخين، وممكن يكون مربوط ببعض الحالات المرضية الاخرى. لكن هو في النهاية مش حاجة خطيرة وحاجة بسيطة وبتروح تلقائيا بعد زوال السبب. ده قصة الشعر الأسود على اللسان اللي كانت ملت الصحف امبارح الطبية أو المواقع الطبية والأخبار الطبية. حبينا نديكوا فكرة يمكن تقروا عنها وتخافوا وتتخضوا ولا حاجة، وربنا يسلمنا جميعا، يسلمنا وإياكم من جميع الأبراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة.